اهلا وسهلا بكم مجددا من روتانا كافيه من قلب السلودير من العاصمه اللبنانيه بيروت. طبعا موضوعنا اليوم موضوع قديم جديد، الصناعه طبعا كلمه جديده تدخل بجداره عالم الطب وخصوصا الطب التجميلي. صناعه الجمال في ايامنا اصبحت الشغل الشاغل عند النساء والرجال، تغيير اللوك اذا صح التعبير او جاز، اضافه اللمسات السحريه، رتوش. طبعا راح نتعرف مع طبيب التجميل محمد فايد على كل هذه الامور. اهلا وسهلا بك. أهلا. تختلف ولا تتفق مع مصطلح صناعه؟ لا، هي صناعه الالات او صناعه التقنيات اللي تستعمل في مجال التجميل. فمش هناك، لما نطلق على مجال الصناعه نطلق على مجال تحديث تقنيات التي تستخدم في جراحه التجميل او في العنايه بالبشره او في تجميل الانسان ككل كجسم. طب ايش الفرق بين الجراحه والتجميل من غير جراحه؟ الجراحه التجميليه وانك تعمل تجميل من غير جراحه. نعم، الفرق انه الشخص شو يطلب. يعني احنا دائما بنطلب، نسال الشخص شو اللي انت عايزه. طبعا معظم الناس ما بيفضلوا الاشياء الجراحيه لانه ما فيها الكومبليكيشنز اللي فيها الاشياء الجراحيه. ف يعني طلب الناس الاكثر هو الامان. فبما انه الاشياء اللي هي امنه تكون مرغوبه اكثر عند الناس، فطبعا الاشياء الغير جراحيه دائما تكون هي المرغوبه اكثر. ومنشان هيك صناعه التجميل انطلقت كثير بالاشياء الغير جراحيه. يعني حتى مبدا جراحه التجاعيد بالسنوات الخمس الاخيره خفت بنسبه 90% بعد ما ظهر البوتوكس بكم كبير. ولما صار في نستطيع نعمل الليفتنج اللي هو رفع الجلد بدون جراحة بواسطة تقنيات الفيلر. أما الآن من حوالي 6 شهور تقريبا ظهرت صناعة جديدة، صناعة أو تقنية كندية أمريكية سويسرية تسمى الـ HVPC. وبهذه التقنية نستطيع أنه نعالج مشاكل التجاعيد كلها، حتى يعني يظهر المرء أصغر بحوالي 5 سنوات إلى 10 سنوات بخلال شهر أو شهر ونصف من المعالجة بدون أي مشاكل وبدون أي كومبليكيشن وبدون أي إجراءات جراحية. الـ HVPC تقنية جديدة، نعمل على ترميم العظام، على ترميم العضلات، على شد الجلد بدون أي جراحة، فقط باستخدام بعض الإشعاعات مثل الإنفراريد والهاي فولتج. جربت أول سنة. جربت النتائج ممتازة جدا، تحسن بنسبة 99% تقريبا في خلال 4 أسابيع. للأسف أنا أحضرت يعني بعض الصور لكن ما استطعنا نعمل المونتاج، نظهر للناس قديش التقنية هذه ممتازة. هذه اللي قلت لي مرتبطة بالتنحيف كمان ولا شيء ثاني؟ لا، هذه فقط، هذه اللي نستطيع فيها نشد البشرة من الرقبة للوجه. إنما التنحيف، حتى التنحيف الآن يدخل بأشياء تقنيات غير جراحية كليا وبنتائج مذهلة جدا، تقريبا نقارن فيها شفط الدهون الجراحية. يعني باستخدامنا لمبادئ الالترا ساوند الحديثه اللي هي بقوه 1 ميجا هرتز نستطيع انه نذيب الدهون، وحتى نستطيع انه نقطع السيل ممبرين اللي هي الجدار العازل للدهون داخل الخلايا، وبالتالي بيصير الخلايا الدهنيه حره، سهل اذابتها واستعمالها كطاقه. طبعا لابد من ارتباطها بنظام غذائي خالي من السكر لاستخدام الجسم للطاقة البديلة اللي هي مأخوذة من الدهنيات الحرة. لا، هذا الشيء اللي بدون عمليات، هذا اللي مثلا يعني يحرق الخلايا الدهنية، يحرق الدهون بالتالي تذوب مع الجسم. يعني مش احراق، نفس زينيكال مثلا؟ لا 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 لا, لا. مش هي يسلط على النسيج الدهني. الالترا ساوند هو موجات فوق صوتية بقوة 1 ميجا هرتز. هالموجات هاي بتحمل خلايا الدهنية، يعني بتزيد من الحرارة تبعية الخلايا الدهنية إلى درجة إنه بتأثر على ريسبتورز معينين بسموها البيتا ريسبتورز، وبالتالي
بترفع نسبة النور أدرينالين وتسمح للمحتوى للخلايا الدهنية بالخروج منها. هذا في أول بارت من العملية. ثاني بارت هو تدمير السيل ممبرين، الحاجز أو الجدار الخلوي اللي يحيط بالدهون، وبالتالي نكون كأننا عم نعمل نحن عملية شفط الدهون من داخل الخلايا الدهنية إلى خارج الخلايا الدهنية، وبالتالي بنساعد الجسم إنه يستهلك الدهون بمجرد مرور أي حركة بشرط عدم وجود السكر في الغذاء تبعنا. طيب وهذه جربت على أشخاص قلت لي؟ نعم، نحن في لبنان إنه حوالي 6 شهور نستعملها ونتائج مذهلة جدا، يعني تقارن نتائج الشفط الدهني، حتى أنه في عنا بعض المرضى خسروا حوالي 30 كيلو في خلال 10 أسابيع لأنه التزموا تماما النظام الرياضي مع نظام الحمية وباتباع. مكلفة هذه؟ مش مكلفة كثير، حوالي $150 في الأسبوع الكلفة تبعيتها، لكن حصولهم على هالنتيجة بدون أي مضاعفات يعني نتيجة. طيب أنت لما آمنة. خلني أرجع معك للبداية، تحدثت أنت عن مسألة هذا الجهاز اللي هو ترميم. نعم، ترميم يعني إصلاح كامل للجسم. إصلاح أنت كامل. أنت تتحدث عن تجميل على مستوى العظم، على مستوى العضلات، على مستوى الهيكل للشخص، أو الناحية فقط الجمالية؟ لا لا لا، الآن اختلفت استراتيجية التجميل. يعني كنا بالأول نتحدث عن فقط معالجة ظواهر التجاعيد، عندما الآن العلماء الأمريكيين والكنديين درسوا بعمق شو أسباب التجاعيد، فوجدوا أنه التجاعيد هو عبارة عن ترهل في الجلد، ترهل في مادة الكولاجين وانخفاض مادة الكولاجين تحت الجلد، ضمور العضلات تبعية الوجه والعنق، وتغير في صلابة العظام للوجه ولعظام الإنسان بشكل عام بمرحلة الشيخوخة. نحن عم نتكلم عن المرحلة اللي هي فوق 30 سنة، يعني تبدأ التغيرات العضلية والتغيرات العظمية في كل إنسان منا يتخطى 30 سنة، ما بين 30 و40 سنة، وتكثر هذه التغيرات كل ما كبر العمر تبع الإنسان. الآن أصبح بإمكان الأطباء معالجة الترهلات بمعالجة الأساس للتجاعيد. يعني نحن لما نرمم العظام تبعية الوجه ونرجع القوة العضلية يعني القوة لشد العضلي للوجه، نرجع مادة الكولاجين، بنحفز إفراز الكولاجين تحت الجلد، ونعيد الكثافة للطبقة السطحية للجلد، ساعتها بيترمم الوجه بشكل كبير جدا. وإن شاء الله في المرات المقبلة لما نعرض الصور حيكون أشياء غريبة جدا يعني. إن شاء الله. دكتور محمد فهد، شكرا لك على حضورك في أهلا وفي روتانا خليجية.